هذا وقد عقدت الأمانة العامة لمجلس النواب مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة. وقد تم خلال المؤتمر الإعلان عن الوصول إلى اتفاق مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول عدد من النقاط المحورية والمتعلقة برفع المستوى المعيشي للمواطنين والموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، إضافة إلى فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض أهم التوافقات المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي، إضافة إلى أهم الإجراءات التي من شأنها رفع الإيرادات غير النفطية دون المساس بمصلحة المواطن.